ملو لاحقة ملو تجي مع جذر الفعل فبيصير يجب أن. يعني مثلا جيت ميلي يجب أن يذهب، جيل ميلي يجب أن يأتي، أوكو ملو يجب أن يقرأ، يي يأكل، يي ميلي يجب أن يأكل. كلا هو مثلا دين لي ميلي يجب أن يستمع، دين لين ميلي يجب أن يرتاح. هاي أمثلة متفرقة. هلأ إذا كان بدي حطها مع الضمائر الأخرى بدي حط اللواحق الاسم الشخص كشي أكي، يعني جيت ميليم يجب أن أذهب أنا، جيت ميليسن يجب أن تذهب، جيت ميلي إلنا يجب أن يذهب، جيت ميليز يجب أن نذهب نحن، جيت ميليسينيز يجب أن تذهبون، وجيت ميليلير يجب أن يذهبوا. مثلا منقول ألي بوغون çok hasta، أوكولا جيت مي نفي الأولى، جيت مي ميلي دكتورا جيت ميلي يجب أن لا يذهب إلى المدرسة، يجب أن يذهب إلى الطبيب. مثلا سينافدان أونجي قبل الامتحان بول أوكومالسن يجب أن تقرأ كثيرا أوكومالسن يجب أن تقرأ كثيرا. القاعدة باختصار ببساطة هي اللي حنحكي عنها اليوم فقط، ملو أو ميلي بيسموه قاعدة ثنائية، مع جذر الفعل بصير يجب أن. خلال إن شاء الله حلقات قادمة حنكمل سلسلة كلها باستفاضة أكثر بالملو، بالجيريك، بالزوروندا، مجبور، في كتير ألفاظ العلاقة بالوجوب والإجبار بنحكيها إن شاء الله شلون عملنا سلسلة الشرط. بس اليوم الآن بعد ما خلصنا هيك تفصيل بسيط للقاعدة حنطبي هالقاعدة على نص كبير اختصرته أنا قدر الإمكان، هو نص أخذته من المنشورات اللي أصدرتها وزارة الصحة في تركيا مشان يكون دقيق، يعني اختصرته شوي. فهو في كتير ملو، في كتير لاحقة ملو، وبنفس الوقت بنكون أخذنا مصطلحات جديدة إلى علاقة بالأمراض ومصطلحات صحية أتوقع الناس الآن تكون مهتمة فيها، مع أنه الناس ما شاء الله هي من مبارح وقبله بلشت تداول هيك مصطلحات ورسائل فنحن بنكون عم نعزز هذا الجانب. يعني كورونا فيروس، فيروس كورونا الجديد ندر، ما هو؟ يعني كورونا فيروس سولونوم يولو انفكسيونو يابان بير فيروستر. إذن هو فيروس يابان، شو يابان؟ الذي يصنع، الذي يسبب. يعني انفكسيون معناها عدوى، سولونوم يولو يعني الطريق التنفسي أو المقصود فيه جهاز التنفسي. إذن يعني كورونا فيروس سولونوم يولو الطريق التنفسي أو جهاز التنفسي انفكسيونو يابان بير فيروستر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نصل بولاش مك، اللي بينسى هذا الفعل يذكره من فعل بول يجد، بولاش يعني يعدي بسبب العدوى، بولاش. نصل بولاشر كيف يعدي هذا المرض؟ هاستا كيشيلرين الأشخاص المريضين، هاستا كيشيلرين اكسرمي veya hapşırma öksürme ne demek? السؤال. Hapşırma العطاس. Öksürme veya hapşırmayla ile yani bivasite ortaya saçtığı. Saçmak yani yenthur. فهي كمان تحول الفعل إلى صفة، وأرجو أن تكونوا ما نسيتوا هاي القاعدة المهمة جدا تحويل الفعل إلى صفة، واللي نسيانها دغري يكتب بلبل تركي مع أحمد السيد بلاقي على اليوتيوب الحلقات وبلاقي تحويل الفعل إلى صفة. هاستا كيشيلرين ساتشمك، لاحظوا ساتش نفسه شعر بس هون كفعل ساتشمك يعني ينثر، الذي ينثرها المرضى. شو هي؟ داملا جيكلار، داملا معناها قطرة، حتى في ماركة مي اسمها داملا قطرة، داملا جيك تصغير قطيرة.
يعني الرذاذ. إذن الرذاذ الذي ينثره المرضى بسبب أو بواسطة أكسرمة veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıklar. هذا هو سبب الفيروس أو العدوى. Şimdi belirtiler. Belirtiler. Belirtiler معناها المحددات لكن بهالسياق بتجي بمعنى الأعراض. يعني كورونافيروس belirtileri nedir? ما هي أعراض هذا الفيروس؟ En çok karşılaşılan, karşılaşılan, karşılamak ne demek? Karşılamak yani yukabel, karşılaşmak yetekabel, karşılaşılmak mebni lil meçhul yani yuvajah, karşılaşılan tahavvalet ila isim fa'il yani ekserul a'rad elleti nukabiluha ev elleti yetim mukabeletuha mebni lil meçhul. En çok karşılaşılan belirtiler ateş. Ateş ne demek? Ateş demek harara. İla ma'na akhar ma'na hanar ve ma'na akhar harara. Hatta lo abdi dakhin bi lo ateş var mı? Yani ma'ak nar yani ma'ak teş'illi nar. Vallahi ibadna an dakhan kaman. Ateş. Öksürük. Öksürük ne demek? Sual. Ve solunum sıkıntısıdır. Sıkıntı. Sıkıntı ne demek? Müşkile. Sıkıntı var mı? Kitap isma o. Sıkıntı var mı? Hel hunaka müşkile? İzen solunum sıkıntısı yani müşkile tenefusiye. Yani taab tenefusi ev dik tenefus. Ateş. Öksürük ve solunum sıkıntısı. Tayyip şiddetli vakalarda. Vaka. Vaka yani vakia. جاي من كلمة العربية واقعة وكالاردا شدت لي وكالاردا يعني بالحالات الشديدة ذات الرئة ذات الرئة مثل بالعربي ذات الرئة يعني التهاب رئوي أغر صلونم يتمز لي يتمز بتعرفوها مرت معنا بأغنية يتمز مي إذا بتذكروها اللي متابعنا ألا يكفي يتمز لا يكفي يتمز لك كمان لاحقت لك أخذناها واللي أيضا فاتته لا ينسى يفوت يدور عليها على اليوتيوب يتمازلك يتمازلك معناها فشل يعني عوز عدم كفاية معناها فشل أغر صلونم يتمازلي يعني فشل كلوي فشل رئوي أو تنفسي حاد ببريك ببريك يعني كلية ببريك يتمازلي اللي هي فشل كلوي يتمازلي فشل كلوي في ألم ألم هي الموت الله يا ربي يجيرنا ويبعده عن أحبابنا إلا بعد عمر يعني طويل هيك بالخير إن شاء الله جيليشي بيلر يعني يمكن أن يتطور إلى ذلك يعني كورونا فيروس كولوتشكا 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 سوريسي كولوتشكا سوريسي معناها فترة الحضانة كولوتشكا سوريسي 2 ila 14 gündür. Min yomen ila 14 yawman. İzen haid bisir'a ma hiyel arad? Belirtileri. Belirtileri. Evvel şey en çok, l-akter şey ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı. Şiddetli, şey şedid, zatürri'a, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Velna kul Kulutşka süresi fetret الحضانة 2 ila ila mu ile ila yani min ila بالضبط ila 2 ila 14 gündür. Şimdi الفقرة الثالثة بعد ما أخذنا الأعراض korunmak için korunmak için neler yapılmalıdır? Korunmak min أجل الحماية koru يحمي korun korun يحمى مبني للمجهول korunmak için neler yapılmalıdır? Lahzu malı. Neler yapılmalı? Yapıl mebni lil meçhul yuf'al. Yapılmalı yecep en yuf'al. Maza yecep en yuf'al min ajli'l himaye? Korunmak. İntibahu al kaide hun yani minna nintibah al kaide ma'al ma'lume. Korunmak için neler yapılmalıdır? Maza yecep en yuf'al min ajli'l himaye? طيب أول واحدة كتير مهمة أكسرما فيا هبشرما سرسندا أثناء سرسندا يعني أثناء أكسرما فيا هبشرما سرسندا أثناء العطاس أو السعال أوز في بورون
ağız ve burun. Ağız الفم, burun الأنف. Tek kullanımlık, kullanım istihdam, kullanımlık li istihdamin vahid. Tek kullanımlık. Lahzu kam kaide اليوم راجعنا. Lık, kaidetillik. Birca bu'l, kaidetillik اليوم راجعناها. Kullanım istihdam, tek kullanımlık li istihdamin vahid. Mitlu etkinden urruh al mat'amin illo iki kişilik بدي طاولة مسا لشخصين. إذن قاعدة لك موجودة أيضا بلبل تركي مع أحمد سيد على اليوتيوب بتلاقوها. تك كولانملك منديل كباتل مالي كباتل مالي كباتمك يغلق كباتل يغلق مالي يجب أن يغلق. الفم والأنف بمنديل يستخدم لمرة واحدة, كتير مهمة طبعا هي يعني صحيا أنه لمرة واحدة يعني بس استخدمه بكبه ما بخلي يحمل الأمراض. منديل يوكسا وهي مهمة جدا جدا ونحن دائما عم نعلمها للأطفال لأنه الأطفال يعني أكثر من الكبار أحيانا بينسوا يحملوا معهم المحرمة أو مثلا بين ما يطلعها من جيبته بيكون عطس ونشر الخيرات في كل المكان. فانتبهوا هي علموها للأطفال, والأطفال غالبا أنه بيكونوا كتير من أهاليهم علموهم ويقولوا أنه حط إيدك على تمك وتسعل أو تعطس, وهذا خطأ لأنه أنت بالنهاية ماشي منعناها من الانتشار لكن بالنهاية صارت على الإيد سلم مسك شيء ما استفدنا شيء. من دي اليوكسا ديرسيين ديرسك ديرسك معناها الكوع. ديرسيين İç kısmı kullanılmalıdır. Kullanıl, yustakdam. Kullanılmalı. Yajib en yustakdam. El-kısm iç kısmı. El-kısmı dâhili min dirsek. Elli huve el-ku'u. Dirseyin iç kısmı kullanılmalıdır. Yani el-vahid digri bku'u. İlli am yşufni al-Facebook. Bihat bku'u. Ve bi'atos. Hatta, yani abad irni an el-istakdam. İza ma fi mendil taban. Ul-asıl mendil. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak, uzak dur. بتقول لواحد uzak dur yani قف بعيدا, uzak dur, قف بعيدا yani ابتعد. Uzak durul mebni lil mechul, uzak durul malıdır. يجب ان يوقف بعيدا عن البيئات, kalabalık ortamlardan. Kalabalık ortamlardan uzak durul malıdır. Uzak durul مالدر. لاحظوا اليوم المبني المجهول مرات كتير إن شاء الله أيضا نأخذها بحلقة قادمة. توكالاشما المصافحة. توكالاشما في سارلما سارلما المعانقة. توكالاشما في سارلمادان يعني من كاتشنلما كاتشن كاتش اهرب كاتشن تجنب كاتشنمك يتجنب. كاتشنلمالدر يجب أن يتجنب. كاتشنلمال كاتشنل مالي يجب أن يتجنب المصافحة والمعانقة. كيرلي اللرلي كيرلي متسخ. كيرلي اللرلي أغز فم برون وغزلري دوكون دوكون يلمس دوكونل يلمس دوكونل مامالدر. طبعا أظن أنه النص اللي أنا عم بقرأه موجود, اي نعم متأكدت, موجود في التعليقات. لذلك اي واحد عم يتابعنا عبر الفيسبوك او عنده امكانية انه يفتح الفيسبوك فما يفوت انه يطلع على النص مع الشرح لانه اسهل باعتبار النص شوي تقيل. اذا كيرلي اللرلي اوز برون في جوزلري دوكون دوكونول مامالدر. ال هيجيينيني هيجيين معناها نظافة. هيجيين النظافة تبع غير تمييز, النظافة بمعنى يعني النظافة العقيمة المعقمة يعني ما فيه مايكروب وما فيه جراثيم أكثر من أنه نظافة قد تظهر أنه شغلة نظيفة. يعني لذلك مثلا الطين أنه إيه وسخة هالقرنة فيها طين بس هي معقمة يعني في يعني في وسخ ما بيعمل جراثيم, هي مقصود هيجين النظافة اللي لها علاقة بهذا الموضوع. الهيجينيني أنم فيريل ميليدر. فيريل ميليدر يجب أن تعطى أهمية لأل هيجينيني لنظافة اليد. كابالو ألانلار هي مهمة جدا والحمد لله الجو الآن بيساعد, يعني الحمد لله أنه نحن ما فيها الشتاء الشديد اللي بيخلي الواحد يسكر كل الشبابيك ويعني من البرد, لا فبنقدر نفتح. كابالو ألانلار سك سك هوالان درن مالدر. هوالان درمك يعني يهوي. هوالان درن مبني للمجهول. هوالان درن مالي يجب أن تهوى الأماكن المغلقة بشكل كثير. سك سك.
bağışıklık, bağışıklık manaha menaa. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için min ecel takviyet cihazel menaa dengeli, dengeli, mütevazin ve sağlıklı yani sahi beslenilmelidir. Beslenilmelidir. Yajib en tetmit tegviye sahiye ve mütevazini li takviyet cihazel menaa. Akhir nasiha bil uykaye gidalar tüketilmeden önce قبل أن تستهلك iyice yıkanmalıdır. Yıkan tuğsel mebni lil meçhul yıkamak yagsel yıkan tuğsel yıkanmalıdır. أنا الدرس القادم بإذن الله حأعطي المبني المجهول قبل ما أرجع فوت بالمضى هو درس واحد لأنه كتير اليوم مر مبني للمجهول فحتى ما يكون في مشكلة عند البعض. الآن آخر فقرة قبل ما نطلع إلى الفاصل اللي هي بالارتيلري فارسا. لاحظوا رجعنا هون للشرط بالارتيلري فارسا. إذا كان يوجد هذه الأعراض نيلار يبل مالدر يبل مال يبل مال يجب أن يفعل. ماذا يجب أن نعمل إذا كانت الأعراض موجودة؟ أول واحدة سون أندرت جن إتشيريسيند خلال سون أندرت جن içerisinde enfeksiyon görülen التي رؤية فيها العدوى ülkelerin birinden geldiyseniz أنا هون عم شد مشان تذكروا الشرط geldiyseniz إذا كنتم قد أتيتم من بلدة رؤية فيها العدوى إذن son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak حطوا الكمامة جراحي ماسك ماسك الكمامة takarak takmak يعني يضع takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun وقدم على أقرب مؤسسة صحية eğer لاحظوا شرط eğer öksürüyorsanız şimdiki eğer öksürüyorsanız ateşiniz varsa وإذا لديكم حرارة ve nefes almakta zorlanıyorsanız وإذا عم تتعذب يعني عم تشعر بضيق أو بتعب بأخذ النفس جراحي ماسك takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Evde izolasyon. İzolasyon معناها حجر. حجر الصحي. إيزولاسيون. احفظوا هالمصطلح. إيزولاسيون أو بمصطلح آخر كارانتيني. عفوا كارانتيني. إيزولاسيون أو كارانتيني. كارانتينا. باردون. إذن eğer evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda اذا عم تبقوا بنفس الغرفة مع شخص önerilen yani اقترح عليه izolasyon اللي هو الحجر او كارانتينا ماسكنيزي مطلقة تكن اكيد لازم تحطوا الكمامة يعني هم ملاحظة طبية سريعة انه الكمامة لا توضع هيك بشكل دائم أول شيء يعني هي توضع مثل هيك واحد لحس عليه حرارة فيضعها ثم يذهب إلى المشفى حتى إذا هو مثلا عنده مشكلة فعلا ما يسبب عدوى لغيره إذا كان مرافق أو قريب من شخص عنده عدوى أو يشتبه به في هالحالات زائد كمان كثير مهم أن الواحد يتعلم كيف يضع الكمامة وأكيد أكيد على القناة مسك أكثر من حد استضاف وحكى بهالقصة لأنه في مشكلة بوضع الكمامة أو إذا كانت كمامة لازم تستخدم بسرعة يضل حاططها الواحد شهرين بتكون هي عبت الدنيا جراثيم وفيروسات. إذا هعيد بسرعة شديدة اللي هي بالارتيلري فارسا نيلار يابل مالدر إذا في محددات أو أعراض ماذا يفعل سون أندرت جن إتشريسين دي انفكسيون جرولين ülkelerin birinden geldiyseniz جراحي ماسك takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun eğer öksürüyorsanız ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız جراحي ماسك takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın. آخر شيء قبل ما نطلع إلى فاصل بعض الكلمات مثلا امبارح دنيا sağlık örgütü دنيا عالم sağlık örgütü منظمة الصحة العالمية yeni tip koronavirüsü küresel salgın ilan etti اعلنت الفيروس هاد küresel يعني عالمي salgın yani veba عالمي من الكلمات المهمة aşı لقاح
هل في لقاح؟ لقاح ما في للأسف، إن شاء الله بيصير. من الكلمات أيضا المهمة من الأعراض، لأنه اللي بتصير وما ذكرت بالأعراض بس أحيانا بتصير، إسهال، مثل إسهال نعرفها، وكسمة. كسمة يعني إقياء، إسهال إسهال وكسمة إقياء. آخر كلمة ستيريليزاسيون، ستيريليزاسيون اللي هي تعقيم، ستيريليزاسيون تعقيم، إذا الواحد حبي يشتري فمشان يعرف هالكلمة ستيريليزاسيون تعقيم. يعني أرجو أنه ما تكون كتير هيك، يعني فيها تقل لائمة المعلومات الطبية شوي تقيلة، ما لها بخفة هيك وزرافة المعلومات الأخرى، لذلك حرصت أنا أنه يكون في أغنية حتى ما يكون في كتير ضغط اليوم. أغنية يانوم داكال بو يوريك، بو يوريك، يوريك معناها قلب بمعنى فؤاد، يوريك جنول كالب كلهم بنفس المعنى. سانا توتساك، توتساك معناها أسير، هي اسم سانا توتساك، يعني هذا القلب أسير لك. سانا توتساك بليوروم، بليوروم سوتش لويوم، سوتش سوتش معناها يعني جريمة أو ذنب، سوتش لو مذنب، بليوروم سوتش لويوم يعني أنا بعرف أني مذنب لهيك صرت أسير. هكم ديل سيفمك، هون في قلب سيفمك، هكم ديل يعني ليس من حقي أن أحب. سانكي، سانكي مرت معنا، سانكي وكأنها، سانكي يانو باشمدا، يانو باشمدا يعني بجانبي، مثل يانومدا بس أقرب لسه كتير قريبة. سانكي يانو باشمدا إلرين نفسين يعني كأنه إيديك ونفسك قرب بقربي بجانبي. بنا أزاك قلبيم، بينما قلبي بعيد عني، يعني نفسك وإيدك قريبة مني وقلبي بعيد عني. سيسيز، سيسيز صامت، سيسيز لك صمت، سيسيز لين صمتك، سيسيز لين ينارم جتمي، أحترق ينار، ينارم جتمي لا تروح، أنا أحترق لصمتك. يوكلون، يوك لا يوجد، يوكلوك الاختفاء أو عدم الوجود، يوكلون غيابك، يوكلون دا يريم قلبي، ديلي جي كالمجنون، ديلي جي كالمجنون. هاي كرر، هاي كرمك الفعل معناته يصرخ يصيح، هاي كرر سنين أدنه، هاي كرر سنين أدنه يصيح باسمك يعني بنادي، بنادي اسمك. هيب شو بيقول؟ هيب دائما، هيب يانون داكال اسم الأغنية، ابقى بجانبي. جيجيم دي أول ديه، ديه أن يعني هو شو بينادي؟ بينادي إنه يانون داكال جيجيم دي أول، ابقى بجانبي وكن في ليالية. بان يالواردم، يالواردم يعني تضرعته رجوته. هيب تانريا سان ديه، تانري معناها إله. طبعا في من الناس بيقولون هالمشكلة، طبعا تانري معناها إله. المشكلة اللي حتى ما نخلط يعني، وين كان نفوت هلا على السياسة والتاريخ، المشكلة بالأذان كانت مثلا لما يقولوا أنه ما يقولوا الله يقولوا تانري، تخيل أنت بتقول إله أكبر يعني كأنك مو معترف، الله اسم علم، بينما كلمة إله يعني هي وصف، فبالتالي مو مشكلة مثل ما تقول أنت إلهي، إله العالمين، إلهي الله. بس المشكلة حتى ما يختلط إنه في ناس بيقولوا هي استخدام المشكلة خطأ الكلمة، لا مو مشكلة، مو مشكلة، وإن كان المشكلة اللي يعني بتوضح عندما كانت مثلاً بالأذان، ما بيصير أنا غيرها وما أقول الله، يعني ما بنفوت بالقصة كتير. بانيا الفاردم هيب تانريا ساندية، يعني أنا رجوت دغري مشانك. آه بينيم لكال ينمدا أول دية، بانيا الفاردم هيب تانريا ساندية. خلصت الأغنية، قلنا لكم قصيرة بسيطة، بنقدر نسمعها مرة ثانية.